الجبهة اليمنى تعود بعد ذلك، لازالت قائمة عند رضا في الجبهة اليمنى، البحث عن الأول بالنسبة للبكيرية على الطاير، يا الله جول عن طريق باستا، باستا الكابيتانو يظهر يسجل، نعم يظهر يسجل أولى الأهداف في الديربي، أولى الأهداف في الديربي عن طريق القائد، عن طريق القائد، بل هو زكريا فاتي فاتي فاتي، نعم زكريا، نعم فاتي بالقدم اليمنى، تعرف طريق المرمى بعد العرضية المثالية والنهاية الأكثر من مثالية. 1-0 في الديربي، الديربي يشتعل لأصحاب الأرض، الديربي يشتعل بعد لدغة زكريا فاتي. الركلة الركنية لمصلحة الخلود من أجل العودة في الديربي، من أجل العودة في الديربي يا آرثر. هل تكون العودة في توقيت مبكر؟ هل تكون العودة يا آرثر؟ العرضية بحثا عن راسية، يا الله جول عن طريق دياز، دياز يسجل، قلب الدفاع يظهر، قلب الدفاع يعود بالخلود في الديربي، قلب الدفاع لا يريد خسارة جديدة، لا يريد تعثر جديد، إذا ما أرادوا العودة فالديربي هو الوسيلة الأفضل، فالديربي هو الوسيلة الأفضل. هذه عرضية آرثر وهذه رأسية دياز، والديربي لا يرفض الخلود ولا يستسلم في الخلود عن طريق قلب الدفاع، إذا عجز المهاجمين فالمدافع هو الذي يتكفل، هو الذي يتكفل. 1-1 في الديربي، بأن الفراغ حقيقة بآرثر لا يمكن إلا إذا الآن، يا الله جول قاتل 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 في الثواني الأخيرة. ألم أخبركم بأن هنالك هدف، بأن هنالك هدف، ويا له من هدف، ويا له من هدف. الموهبة خالد الحازمي هو الحاسم، هو الحاسم في الثواني الأخيرة، في الدقائق الأخيرة. شوف اللمسة من وين، من وين، من هشام على ما يبدو الكنترول، الكنترول بعد ذلك وين، بعد ذلك وين، في الشباك عن طريق خالد، خالد اللعيب، خالد الفنان، خالد الفنان، ركنها وين في الزاوية الصعبة على مارتينيز، الصعبة على مارتينيز. والنقاط الثلاث البنفسجي، البكيرية يخطفوا هدف الانتصار في الديربي في الثواني الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة، عن طريق خالد الحازمي، عن طريق خالد الحازمي. والتحية من نيكولا، والفرحة للبنفسجي، والديربي الذي حمل معه الكثير. والشوط الثاني شوط المدربين.